جرهان من مصر، عبد الفتاح من المغرب، منى من المغرب، خالد من السودان، مريم من المغرب، فريق المشرق العربي فاتنا من لبنان، أحمد من العراق، أصيل من العراق، خير لكل مشاهدي ام بي سي ولكل مستمعي ام بي سي اف ام، واهلا وسهلا فيكم بسهره النهائيات ما قبل الاخيره من البوم نجوم العرب. بدي ارحب بالجمهور الرائع اللي موجود معنا الليله، شكرا على حضوركم، ثانك يو صبايا وشباب اللي عم بيخلي سهراتنا بعد احلى بفضل تشجيعه للفرق الثلاثة وتفاعله الدايم معهم، الشيء اللي عم يدفع المشاركين انه يقدموا افضل اداء وحتى انا. وطبعا الترحيب الدايم والكبير بلجنة الحكم وبكل اهل الصحافة المحلية والعربية اللي عم بيغطوا بشكل دايم اخبار ونشاطات وسهرات البوم المميزة. بكل سهرة كانوا المشتركين ينقلونا من بلد لبلد عبر اللوحات الاستعراضية، من لبنان للخليج ومن مصر للصين.